عليكم. اليوم سيتم افتتاح يعني وضع حيز الخدمة الشطر تاع طريق السيار بين بجاية والبويرة، وهذا الشطر اللي يقع على ما بين النقطة الكيلومترية 32 والنقطة الكيلومترية 48 على امتداد 16 كيلومتر. سوف يوضع حيز الخدمة اليوم الخميس يعني هذه الصبيحة على حسب التصريح نتاع والي ولاية بجاية. إذا هذا هو، وهذا الشطر هذا اللي رانا نشوفه فيه الآن هنايا كما رانا نشوفه، مواصفات عالمية ما شاء الله الحمد لله والحمد لله. وكذلك أنه هذا الشطر فيه يعني النفق العملاق نتاع سيدي عيش اللي فيه حوالي 1650 متر، وكذلك فيه زوج جسور، واحد قبل النفق على مدخل النفق والجسر الآخر بعد المخرج تاع النفق، يعني جسور عملاقة هنا ما تظهرش يعني الحجم تاعها، لكن لو كان نشوفها من بعيد ومن التحت تبان يعني الحجم الكبير نتاع هذه المنشآت. إذا هنيئا لسكان بجاية والولاية تاع بجاية، وهنيئا للجزائر والجزائريين اللي نعرفوا أنه الطريق هذا أهم جدا بالنسبة للميناء تاع بجاية، وكذلك بالنسبة للسياحة والسواح والمصطافين على يعني سواحل بجاية وجيجل. إذا هنيئا لنا بهذا يعني التدشين تاع هذا الجسر اللي تاع الشطر هذا تاع 16 كيلومتر اللي ينضاف إلى حوالي 70 كيلومتر تم يعني وضعوها حيز الخدمة. إذا ما بقى إلا حوالي 10 كيلومترات على مدخل مدينة بجاية، إن شاء الله تنتهي الأشغال في هذا المشروع، وإن شاء الله نروح للمشاريع الأخرى نكملها في ما يخص ميناء جنجن كذلك اللي هو مهم جدا، جنجن العلمة، وكذلك ميناء طريق سكيكدا، ميناء سكيكدا الحروش، وكذلك ميناء الغزوات باتجاه تيليمسان طريق سيار شرق غرب. إذا كل هذه الطرق، وكذلك ميناء تمس باتجاه منطقة المدية، وهذا كذلك طريق مهم جدا. إذا كل هذه المشاريع المهيكلة والاستراتيجية إن شاء الله تكتمل، لأن كلها راهي منطلقة الأشغال فيها. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو مع الطريق الجديد هذا الذي تم وضعه حيز الخدمة اليوم هذه الصبيحة، والسلام عليكم.